طيب اشتهرت نجم بأنها يعني تباشر حوادث المرورية، لكن هل لها أنشطة أخرى أو لها اختصاصات مختلفة؟ طبعا شركة نجم ليست مناطة فقط بحضور الحوادث. فأولا اسم نجم عندما طرحناه أتى من لجنة مثلت في البنك المركزي، في الحقيقة هي نزاهة جودة مسؤولية. فبدأت هذه الشركة في أعمالها لتفعيل دور قطاع التأمين. قطاع التأمين حقيقة ما يقوم به شركة نجم هي لديها خدمات تقدم للعميل قبل التأمين، خلال الحادث، فترة التأمين، وما بعد التأمين كذلك. هذه الخدمات تندرج إلى عدة أمور تقريبا. يعني نتحدث نحن عن إصدار مثلا الاستمارة عند شراء مركبة جديدة، مثلا شركة نجم تأخذ هذه الوثائق التأمينية من شركات التأمين وترفعها في مركز المعلومات الوطني حتى يتم التحقق وإصدار التراخيص الخاصة بالمركبات. في خلال فترة الحادث كذلك أو قبل الحادث لديك منتج حقية، وهو منتج الخصم الخاص في مسألة خصومات التأمين الخاصة بقدرتك على القيادة الجيدة، أو مثلا إذا كان الشخص متهور لديه حوادث كثيرة لا يستحق هذا الخصم، وفي نفس الوقت لديك ما بعد التأمين. ما بعد التأمين هي الخدمات اللي يعرفها أغلب الناس حقيقة، وهي حضور الحوادث. وإحنا عندنا دور أكبر من كذا فقط من حضور الحوادث بنفسها. شركة نجم مناط فيها أساسيات مهمة في مسألة سلامة الطرق وسلامة المركبات، فلذلك نحن نتحدث عن خدمات ما بعد التأمين كذلك في إنهاء إجراءات المطالبات الخاصة بالشركة. طيب الخاصة بالمؤمنين. في يعني حديث يدور أنه نجم قد يوكل إليها أيضا رصد المخالفات المرورية وتوجيه المخالفات والغرامات، هل هذا صحيح؟ لا أعتقد أنه فيه أي صحة في هذا الكلام، حيث أن النجم هي غير مناطة بهذا الدور. هذا الدور خاص بالإدارة العامة بالمرور ومن تراه مخولا بتفعيل هذا الدور. ولا في أي نية لدى المرور في توكيلكم في المسألة؟ بالعكس، إحنا يعني ما ننظر لهذا الأمر حقيقة، ونتمنى أن يعني الإدارة العامة للمرور أن الله يعينها على مسألة المخالفات وإشكالياتها، لكن طيب دورنا. أبغى أسألك عن نسبة تغطية نجم للحوادث في المملكة. إذا احنا نتكلم عن نسبة نجم للتغطية، فاحنا نتكلم ما بين 75 ل 80% من حوادث المملكة تغطيها شركة نجم. لكن في كلمة احب اغيرها في كلمة الحوادث، نحن نغطي حالات أكثر منها كلمة حوادث، حيث أن نجم تحضر لحالات مثلا اصطدام في باب الجراج، مثلا في الأرصفة، الأمور هذه كلها، فلا تنزل تحت النقاط السوداء المسمى حالات الحوادث. فلذلك إحنا لدينا شمولية أكثر من فقط حضور حوادث المركبات. لكنكم ما تباشرون إلا إذا كان في وثيقة تأمين صحيح دحت طرفي العلاقة. صحيح. كم عدد المدن اللي تعملون فيها؟ 40 مدينة تقريبا، والحمد لله ننتشر حنا بحجم كبير. يعني يوجد لدينا 1900 شخص في عائلتنا في نجم. كم؟ 1900 شخص، ولدينا في الميدان تقريبا قرابة 1000 إلى 1100 شخص. هذول كلهم سعوديين ولا سعوديين؟ الحمد لله. يعني كم نسبة التوطين عندكم؟ احنا نسبة السعودة عندنا أول شيء في قطاع التأمين، إذا احنا نتكلم عن قطاع التأمين كقطاع كامل، نسبة السعودة فيه تصل ل 75%. هذا شيء يعني نفخر فيه حقيقة. شركة نجم تفوقت على هذا الأمر، واحنا لدينا نسبة توطين أعلى من 97% في الشركة. ما شاء الله. طيب هل عندكم خطط للتوسع محليا إقليميا؟ التوسع طبعا هناك عدة أنواع من كلمة التوسع أو مسألة التوسع. هناك التوسع في الخدمات، نحن نتوسع في منتجاتنا، ولدينا هناك التوسع في المناطق الإقليمية. نحن نتحدث مع بعض الدول حقيقة لأن نعطيهم تجربة نجم، وهذه الدول حقيقة من البنوك المركزية وقطاعات التأمين يرغبون باكتساب هذه الخبرة من شركة نجم. تحدثنا مع كل المناطق المجاورة لله الحمد، وهناك قبول كبير، ولكن جاءت الكوفيد الكورونا وأبطأت هذا الأمر. لكن ما تشوف أنه هناك مدن ومناطق محافظات سعودية يعني أولى بخدمات نجم أن تعطى الأولوية في التوسع قبل التوجه إلى الدول المجاورة؟ أتفق معك تماما. حقيقة هو التوسع الموجود حاليا لدينا في شركة نجم يعتمد على عدة أساسيات. بدأت شركة نجم في 2007 في منطقة واحدة، والحمد لله اليوم وصلنا ل 40 منطقة. مناط بنا كل عامين بنحن نتوسع في مدينتين، لكن حتى التوسع هذا يتخلله بعض الإشكاليات والتحديات. ما هي نسبة التغطية التأمينية الموجودة في المناطق هذه؟ هل هي نسبة عالية تغطي تكاليف أعمال نجم أو ليست عالية؟ فهذه المسائل تدرج تحت الدراسة اللي هي الدراسة المستقبلية الخاصة في التوسع لكل منطقة، وكذلك يتم التوافق مع الإدارة العامة للمرور في أي المناطق اللي يكون فيها حاجة للتوسع. طيب لماذا نجم هي اللاعب الوحيد في الساحة؟ يعني هذا سؤال يتردد كثير. سؤال هل هو احتكار أم امتياز؟
يعني هل سنشاهد قريبا شركات أخرى تلعب نفس دوركم؟ الواقع والحاصل مثل التالي: لا يوجد احتكار وليس امتياز، أي شخص يرغب بأن يأخذ ترخيص يستطيع الذهاب للبنك المركزي والتقديم على المتطلبات الخاصة بترخيص مزاولة المهنة الخاصة بشركة نجم. ولكن ما قامت به شركة نجم، حيث أنها كانت هي اللاعب الأساسي والوحيد من عام 2007، تراكمت الخبرات على مدار 15 عاما، وفي شركات حاولت أن هي تقدم نفس خدمات شركة نجم، ولكن دراسات الجدوى لم تفلح في أنها تحاول تصل لنفس مستوى الخدمة أو الجودة التي تقدمه شركة نجم. هل السبب أنه في يعني عزوف عن تأمين على السيارات؟ أنا أعرف أنه عدم التأمين على المركبة هو مخالف للنظام. صحيح. كم نسبة العزوف؟ طبعا نسبة العزوف هي للأسف مستواها عالي في المملكة، يعني أمر يعني لا يسعد الشخص الذي يرى دولة مثل المملكة العربية السعودية. وش السبب طيب؟ هل هو قصور من المرور مثلا في المخالفة؟ هو ليس قصور، هناك هل هو قصور في حملات التوعية بأهمية التأمين؟ هي عدة نقاط تجمعت: الوعي التأميني جديد موجود في المملكة العربية السعودية، الأنظمة والقوانين ما زالت في طور التطوير لدعم مجال التوسع في التأمين. مسألة التأمين كان ينظر لها اجتماعيا بأنها هي كفخامة وإضافة لك، ليست هي أساسيات، لكن في الحقيقة التأمين هو من أساسيات الحياة في الوقت هذا، وهو يريح جميع المواطنين المقيمين من هم ما يحصل لهم في الطرقات وإن لم يكن متعمدا كذلك. فللأسف وعي التأمين الآن ولله الحمد هو في تحسن، ولكن يحصل الانخفاضات تحصل الارتفاعات على حسب قدرة السوق في مبيعات البوليصات التأمينية. لكن أنا أعتقد أنه الآن ما تقدر تشتري سيارة جديدة أو تجدد استمارتك إلا أنك تحصل على تأمين. صحيح. هل المشكلة ما بعد التجديد والشراء أنه في تجديد البوليصة؟ والله المشكلة طبعا على عدة محاور. هناك بعض الأشخاص مثلا يتضايقون مثلا في مسألة الانتظار على مسألة الفحص الدوري. قامت الإدارة العامة للمرور مشكورة في عام 2020 بإيقاف مسألة الفحص الدوري لفترة مؤقتة، ولوحظ على ارتفاع تجديد وثائق التأمين بشكل كبير خلال هذه الفترة، فهذه أحد المسببات. الأمر الآخر كذلك، مشكورة البنك المركزي قدم حلول جذرية مع شركة نجم وتعاون قطاع التأمين في تمديد البوليصات التأمينية لمدة شهرين، فوجدنا قبولا يعني إقبالا حقيقة من الناس في التأمين. فهذه الأمور طبعا وجود الرخصة بأنها هي مثلا تكون مدتها 3 سنوات تجعل الناس مثلا قد لا يجددون للعامين المقبلين، فيحصل لدينا فراغ تأميني بهذا السبب أحيانا. لا تكون هذه دعوة بس أنها تصير سنوية، لأن والله نحن دائما ننظر إلى الإجراءات والأنظمة حقيقة ونحترم الموجود، فإن كانت 3 سنوات سنحترمها، وإن كانت سنة واحدة فسيكون نفس الاحترام. طيب ما تعتقد